المهندس علي صفاء بابل؟ نعم. معك دولة رئيس الوزراء. السلام عليكم. على بركة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشر بافتتاح مدرسة الرسول الابتدائية للبنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يتم اليوم وعلى بركة الله تعالى وبدعم ورعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني المحترم ومتابعة معالي وزير التربية الدكتور إبراهيم نابس الجبور المحترم وتحت إشراف مهندسي دائرة المهندس المقيم في تربية بابل، يتم اليوم افتتاح 12 بناية مدرسية في محافظة بابل ليكون عدد المدارس المنجزة لغاية هذا اليوم 38 بناية مدرسية ضمن مشروع وزارة التربية رقم 1، بالإضافة إلى 63 بناية مدرسية ضمن باقي المشاريع الأخرى، حيث باشرت المديرة العامة بمديرها العام بتأثير كافة المدارس المنجزة بمستلزمات الرحل والصبورات لتكون جاهزة لانطلاق العام الدراسي يوم غد في 1/10/2023، ونحن الآن في بناية مدرسة الرسول الابتدائية بسعة 24 صف لتدخل الخدمة يوم غد بجناحها الإداري والمختبرات وسعة ومجاميع صحية بسبع مجاميع، ونستأذن دولتكم وكل باشر ليفتتح الشريط الافتتاح. المهندس أحمد عبد الباري ديغار الناصرية، معك السيد رئيس الوزراء. السلام عليكم. باسمي وباسم كادر مديرية التربية ديغار تقدم بشكر الجزيل إلى معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور الأستاذ المهندس محمد الشياع السوداني على اهتمامه بالملف التربوي ومتابعته ومتابعة من قبل السيد الوزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري. اليوم وبحمد الله نفتتح مدارسنا التي بعدد 120 مدرسة، تم افتتاحها اليوم من أصل 135 مدرسة قيد الإنجاز، والتي سترى النور في إطلالة العام الدراسي الجديد 2023-2024. ونجدد شكرنا إلى السيد رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني على متابعته الحثيثة للملف التربوي وتقديم التسهيلات الممكنة من الأمور المادية والمعنوية لمحافظة ديغار، وحسب توجيهات السيد وزير التربية الأستاذ إبراهيم نامس الجبوري والتوجيهات المقدمة لنا من قبل مكتب رئاسة الوزراء والسيد المحافظ محافظ ديغار الدكتور محمد هادي والمدير عام تربية ديغار، وتوجيهنا من قبل اللجان التنسيقية في اجتماعاتها للعمل بالنظام الشفتات الثلاث لإنجاز هذا العمل الكبير خلال المدة القصيرة. وشكرا المهندس أحمد عبد الباري جنو قسم الأبنية المدرسية محافظة ديغار. شكرا جزيلا مهندس أحمد. بارك الله فيك أستاذ أحمد توكل. وإن شاء الله تستمر نفس الجهود إن شاء الله مستمرة بتنفيذ باقي المدارس بدءا من مشروع رقم 1 وانتهاء بباقي التخصيصات إن شاء الله. الحكومة أيضا احنا وضعنا في مسألة الصندوق العراقي للتنمية أولوية للمدارس، وراح تكون خطة واسعة نغطي احتياجات وزارة التربية من المدارس في مختلف المراحل ولكل المحافظات.